السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، كتبه بتاريخ 17 من ذي القعدة لسنة 1441 للهجرة، الموافق 8 من شهر يوليو لسنة 2020. عنوان البيان: فيروس كورونا، وما هو بكورونا بل رجز ذو شركاء، تحالف فيروسي. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه، أحبة الأنصار السابقين الأخيار. فاتقوا الله الواحد القهار، ولا تهنوا في نشر بيانات ما يسمونه فيروس كورونا، ولا تستعجلوا بالشرح للباحثين عن الحق من البشر بما لم نقله. بل وصفت الفيروس القادم بأسود الفيروسات، ومفرده أسد، وأقصد في قوته وشدة بطشه، ولم أقصد غير ذلك. ويا أحبة الأنصار، إن أخطاءكم تخصكم ولا تخص الإمام المهدي ناصر اليماني. كوني لا ولن أنطق في بياناتي عما يسمونه فيروس كورونا إلا بما أعلمه علم اليقين في كتاب الله القرآن العظيم، ولكنكم تستعجلون، وربما كذلك تفكرون أني أقصد بالبعوضة أنها بعوضة من التي يعرفها البشر من الناقلات اللاذعات، وإنكم لخاطئون. فلا ينبغي للإمام المهدي ناصر محمد أن يناقض فتواه بالحق، كوني لا أقول على الله إلا الحق وليس قولا بالظن، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وسبقت فتوانا بالحق أن ما يسمونه فيروس كورونا له مصدر ليس مجهولا في محكم القرآن العظيم، مخلوق جديد، بعوضة ما، ولا يحيطون بها علما، وكلمة ما مبني للقادم المجهول. وها هو قد جاء أوان تصديق ضرب مثل التحدي الموعود من الله في الكتاب. وكذلك نوعيات الفيروسات جديدة على البشر، طويلة العمر، برمائية، جوية، شتائية، صيفية، مجهزة هي ومصدرها معجزة من الله لتعيش في كل المناخات حتى تكون عذابا عالميا، وليست كالفيروسات الوبائية التي يعرفها البشر، بل طويلة العمر تحيا في جسد الإنسان وتمكر من الإنسان بالإنسان حصرية، ثم تعيش في الهواء الطلق بعد خروجها من الجسد، فتعيش كذلك بدون جسد إلى ما يشاء الله حتى تصيب آخرين، مسيرة بأمره ربها، يصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء. والمصدر له دور كبير يؤدي دوره بسرعة فائقة، وهي بعضة ما، ولا ترح أعينكم، مزيدا في الخلق وتحد من الله، خلق جديد، بعضة ما، كأنها طائرة حربية، بل أسرع من طائراتكم الحربية وصواريخكم الأرضية والجوية والفضائية بفارق عظيم، تنتقل بكلمات الله سبحانه، ومهمتها الدخول إلى صدر الإنسان لتذرو بويضاتها في الصدور ذروة بسرعة فائقة، تلقي بويضاتها داخل صدر الإنسان، وذلك حتى تكون ذريتها الفيروسية، تنتقل من البشر إلى البشر بعد أن تفقس البويضات، فتتكاثر وتنشطر داخل جسم الإنسان كانتشار النار في الهشيم، فتنتقل من الإنسان إلى الإنسان. ولا ولن تصيب الحيوان ولا الطيور مهما كذبوا عليكم، فلا ولن يأتوا بالبرهان العلمي المبين، ولا ولن تصيب البعوضة المرئية على الإطلاق، بل مصدرها الخفي البعوضة الخفية، وهي ضرب مثل في الخلق بكن فيكون، وليس لها ذكر خلقها الله منه، وليس لها أم أنثى بعضتها، بل بعوضة التحدي مثل جديد في أمم البعوض، وهي بعوضة خلقها الله بكلمات قدرته كن فيكون، وليس من اللاذعات ولا الناقلات لأمراضكم من فصائل البعوضة المعروفة لديكم حاشا لله، بل من الذاريات الذروة ذات سرعة فائقة خارقة، تتخذ من تقتحمه من البشر إلى صدره فتتخذه مربضا لبيضها، فتذرو ببيضاتها ذروا بسرعة فائقة، فمن ثم تغادر الجسم منطلقة بسرعة فائقة تاركة بيضها داخل صدر الإنسان، فيفقس خلال حضانته، فتنفطر منه فيروسات، فتتكاثر في جسم الإنسان إلى فيروسات وبؤرتها صدر الإنسان. وبالنسبة لمصنع البويضات للبعوضة الربانية فتغادر الجسم مباشرة، وإنما تجعل الإنسان كحضانة لبيضها حتى يفقس فينتشر في الجسم انتشار النار في الهشيم، وبؤرتها في الصدر حتى تصيب بذور بيضها الذي يخرج منه، فكذلك طريقة الإصابات لقوم آخرين من الإنسان إلى الإنسان عبر الهواء الطلق، سابحات هوائية، فتظل كائنات حية في الهواء، وليس مجرد وباء عارض شاء من شاء وأبى من أبى، كون الوباء العارض غيمة وتزول. هيهات هيهات، ولم أعلنه للبشر مجرد وباء عالمي عارض، بل أعلنته عذابا عالمي مستمرا الليل والنهار بأمر من الله الواحد القهار في مختلف دول العالمين بدرجات متفاوتة من شخص إلى آخر.
فلكل درجات مما عملوا، ومنها نذير ومنها شر مستطير. بل البعوضة الأم الجديدة قارعة عالمية من العذاب الأدنى، لعلكم تستكينوا إلى ربكم وتتضرعون إليه تائبين منيبين إليه أن يرحمكم فيكشف عنكم عذابه، لتتبعوا كتابه القرآن العظيم، فتطيعوا الله وخليفته على العالمين عبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. فلا تستكبروا على خليفة الله فيلعنكم لعنا كبيرة، كما لعن الشيطان الذي استكبر عن السجود لآدم. الإنسان خليفة الله الأول من جنس الإنسان، فلا تحسبوا الإمام المهدي غبي بل ذكي وأعي ما أقول، فلا أزال مصرا أن ما تسمونه فيروس كورونا كائن حي منفطر ومنشطر في أجسام البشر، وليس من نوعه فيروس في أجسام الخنازير ولا الحمير ولا البقر ولا البعير ولا في كافة الأنعام وكافة الحيوانات والطيور، براء من هذا العذاب العالمي المستمر من الليل والنهار وفي مختلف المناخات في العالمين. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا أنها ليست كالفيروسات العالة التي يعرفها أطباء البشر المتخصصين في علم الفيروسات التي لا تستطيع العيش إلا في الأجسام، بل هي ومصدرها البعوضة الخفية، لا تستطيعون أن تهلكوها بكافة مبيداتكم الحشرية، بل سوف تظل حية سواء في أجسادكم أو في الهواء أو البحر أو البر، وكذلك في مختلف المناخات تعيش شئتم أم أبيتم، وليست الأبد بل مستمرة حتى تخضعوا لخليفة الله فتتبعون كتاب الله القرآن العظيم وتكفروا ما يخالف لمحكم كتاب الله القرآن العظيم. إني لكم ناصح أمين من قبل أن يطمس وجوها فيردها على أدبارها أو يلعنهم كما لعن أصحاب السبت لعنا كبيرا إن يشاء إذا لم ينفع معكم موعظة عذاب البعوضة الصادر من بويضاتها. كذلك تنفطر وتنشطر عذاب ما في الصدور، فكل منفطر ومنشطر لعلكم تؤمنون. وأضرب لكم على ذلك مثلا، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فانظروا إلى هذه الحبة التي تأكلون، انفطرت وانشطرت إلى مئات الحبوب من أصل حبة واحدة. وإنما هذا المثل لتعلموا القصد من الانفطار والانشطار، ولا أقول لكم الكلمات لعبا ونثرا، فاتقوا الله الواحد القهار. وكذلك نحذركم يا معشر المستكبرين من عذاب أدهى وأمر، ولسوف يعلم قوم يؤمنون بالقرآن العظيم إن لصادقون، لا أنطق إلا بالحق تصديقا لقول الله تعالى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، صدق الله العظيم. ولكن المشكلة هي في تعليقات الأنصار من عند أنفسهم في بياناتهم الخاصة بهم، يشرحون للعالمين تفصيل الخبر من قبل تفصيل المهدي المنتظر من محكم الذكر، بل يشرحون لهم من معلومات أطباء البشر بما لم يقله الإمام المهدي ناصر محمد. فيا للعجب يا معشر الأنصار، فكيف أن خليفة الله يعلن التحدي من الله الواحد القهار بعذاب خفي من حيث لا يعلمون، إذ لا يحيطون به علما أطباء البشر كونه من حيث لا يعلمون. وإن الإمام المهدي أعي ما أقول، ولا أقول على الله ما لا أعلم علم اليقين، ولن أتخبط في فتواي بالحق وهم يتخبطون، وسبب تخبطهم كونهم لا يحيطون به علما بعد. ولا يزال لدينا التفصيل من محكم التنزيل في القرآن العظيم، وكل شيء في أوانه، ونظرهم في طغيانهم يعمهون، كونهم لم يعترفوا بعد أنه عذاب من رجز أليم مقيم عليهم من رب العالمين حتى المسلمين، فكأنهم ملحدون، فسوف أذرهم حتى يعترفوا بالحق من ربهم، أو يزدهم الله عذابا فيفتح عليهم بابا ذا عذاب شديد، كونهم قوما ملحدين ما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولسوف يعلمون أن جنود الله الخفية والذكية لهم الغالبون، وهم المسيطرون والمنتصرون بإذن الذي خلقهم وأرسلهم وعلمهم كيف يمكرون. الله خير الماكرين، ذلكم الله رب العالمين، فلا يفتنكم الكاذبون المكذبون من دول العالمين العلمانيون. وما تزال قارعة ما يسمونه فيروس كورونا مستمرة في أرض العالمين. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا، ما ينبغي لما يسمونه فيروس كورونا أن يكون من صنع البشر كما يزعمون أنه بيولوجي وأنهم لكاذبون، فوالله لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا لا بعوضا ولا ذبابا ولا اجتمعوا له، بل ما يسمونه فيروس كورونا هو كائن حي من خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه إن كنتم صادقين يا معشر الملحدين بالله رب العالمين. فلا تزالون في العذاب الأدنى ومن أكبر إلى أكبر إلى الأكبر، فقد تأذن الله بالحرب فلا رجعة للوراء سبحانه حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، فيتم نوره ولو كره المجرمون ظهوره. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، خليفة الله وعبده
الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. طلت عليكم البيان إحدى أنصاريات الإمام إلى الملتقى في بيان جديد.